Another blood vessel من الكونتنتس اوف ذا سوبيريور ميديستاينم هو الارش اوف اورتا. رؤوس موضوعاتنا البيجينينج الكورس الاند ريليشنز البرانشز. من خلال انتيريور فيو منظر امامي مبين فيه بدايه ونهايه وكورس الارش اوف اورتا. ده المانوبريا مسترناي اللي هو الابر بارت اوف ذا سترنم وده البودي اوف ذا سترنم وقاطعين منه جزء. دي الاسترنال انجل اللي هي المانوبرو سترنال جانكشن اللي هي الانجل اوف لويس اللي هي جانكشن بتوين ذا مانوبرا مسترناي اند بودي اوف سترنم. نشوف مع بعض من خلال هذا الرسم الحركي بدايه ونهايه وكورس الارش اوف اورتا. ابتدى الارش اوف اورتا as a continuation of the ascending aorta. فين بالظبط عند النقطه ديت نحددها من خلال هذا الوصف. نقول انها right margin of the sternal angle. طيب نهايته فين؟ عند left margin of the sternal angle اللي هو الاسترنال اند. استرنال اند للاسترنال انجل، او واحده عند الرايت واحده عند الليفت. الارش اوف اورتا رانز اي كيرفد كورس بيهايند ذا لوور هاف اوف ذا مانوبرا مسترناي. هذا الارشد او الكيرفد كورس كيرف مزدوج فروم ذا رايت تو ذا ليفت من خلال هذا الانتيريور فيو، وماشي كورس تاني من انتيريور بوستيريور يعني من قدام لورا. هنشوفه ازاي؟ هنشوفه من خلال سايد فيو. السايد فيو هنا هيظهر لنا فيه الاسترنم بالجزء بالاجزاء بتاعته التلاته، المانوبرا مسترناي، البودي اوف ذا سترنم، والزيفود بروسيس، وما ننساش الاسترنال انجل اللي هي المانوبرو سترنال جانكشن اللي هي الانجل اوف لويس. سايد فيو يبقى لازم من ورا هنجد الفيرتبرال كولم ممثلا في الفيرتبرال الثوراسيك فيرتبري. هذا الاميجينري لاين الممدود من الاسترنال انجل من قدام هيعمل تاتشنج يلمس الديسك بتوين ذا فورس اند فيفث ثوراسيك فيرتبري. طيب الكيرف الثاني من الكورس اوف ذا ارش اوف اورتا اللي جاي من قدام لورا، جاي من قدام من عند مستوى الاسترنال انجل ورايح لورا عند مستوى الديسك بتوين ذا فورس اند فيفث ثوراسيك فيرتبري حيث انتهى الارش اوف اورتا. هنا نقول ان الارش اوف اورتا ماشي كيرفت كورس، كيرفت كورس مزدوج فروم انتيريور تو بوستيريور من خلال سايد فيو، وفروم رايت تو ليفت من خلال الانتيريور فيو. هذا الكورس المزدوج يجعل للارش اوف اورتا تو فيسز، انتيريور اند تو ذا ليفت فيس وبوستيريور اند تو ذا رايت فيس. يبقى عايزين نجيب الانتيريور اند ليفت ريليشنز اوف ارش اوف اورتا. من خلال هذا الدياجرام بنقول ان خمسه نيرفس وان فين يتصارعم على الارش اوف اورتا. هذا الارش اوف اورتا الاربعه نيرفس، اربعه نيرفس وان فين يعني خمسه ستراكشرز. الاربعه نيرفس، النيرف الاول اسمه الفرينيك نيرف، العصب المغذي للديافرام الحجاب الحاجز. ماشي معاه نيرف تاني هو الفيجاس نيرف اللي هو التنس كرينيال نيرف، العصب الحائر، العصب الكرينيال رقم 10، الاتنين مع بعض عاملين كروسنج عند الانتيريور اند تو ذا ليفت سايد اوف ارش اوف اورتا. هيحجز بينهم تو نيرفز تانيين، هيحجزهم بينهم التو نيرفز دول هما كان الكاردياك برانش اوف ليفت سمباثيك، هيحاولهم يحجزوا بينهم، والنيرف التاني هو الكاردياك برانش اوف ليفت فيجاس. يبقى ده عندي اربعه نيرفس. وان فين اللي اسمه طلع بدري هنا، هذا الفين هو الليفت سوبيريور انتركوستال فين. ديت خمسه ستراكشرز ريليتد تو ذا انتيريور اند ليفت سايد اوف ارش اوف اورتا. يعني اذا قلنا ببساطه ان هنا في خناقه على الانتيريور اند ذا ليفت سايد اوف ارش اوف اورتا. الخناقه دي اساسها اتنين نيرفس كبار بيتصارعوا على العبور من على هذا الكوبري اللي يشبه الارش اللي اسمه الارش اوف اورتا. العصبين الكبار هما الفرينيك نيرف والفيجاس نيرف بيتسابقهم على اولويه المرور، عملوا الكروسنج لبعض، عملوا خناقه. في اتنين نيرفز تانيين دخلوا يحوشوا الخناقه اللي هو كاردياك برانش من الليفت ليفت سمباثيك جانجليون، وكاردياك برانش اخر بس من الليفت فيجاس. اعصاب مع اعصاب ما تجتمعش مع بعض، حاولت تحجز بينهم فشلت في انها تحجز الخناقه ديت عن بعضها. فدخل استراكشر جديد، استراكشر طري
فهو نيرف، فهو فين اللي هو السوبيريور انتركوستال نيرف، يقول للاربعه نيرفز ديت معلش ثلاثه منكم يرجعوا ورا، اللي هم مين؟ اللي هم الفيجاس نيرف معاه الكارديك برانش اوف فيجاس والكارديك برانش اوف سمباثيك، هيرجعهم ورا وياخد قدام الليفت فرينيك نيرف وينجح في فصل هذه الاستراكشرز عن بعضها اللي عملت الخناقه اللي على الانتيرور اند تو ذا ليفت سايد اوف ارش اوف اورتا. طب تعال نشوف البوستيريور، ادي الليفت سوبر انتركوستال وهو كان في طريقه الى الليفت بريكوسيفاليك فين اللي اتحد مع الرايت بريكوسيفاليك فين وعمل السوبيريور فينا كيف. ديت كانت الانتيرور اند ذا ليفت ريليشنز اوف ارش اوف اورتا. طب ماذا عن ريليشن اللي من الناحيه الثانيه من السيرفس الاخر اللي هو البوستيريور اند تو ذا رايت سايد؟ تعالوا نشوفها. بنقول في ثلاثه تيوبس والنيرف ده الارش اوف اورتا، ورا منه بقى ورا منه بس من الرايت سايد يعني بوستير اند ذا رايت سايد هنجد 3 تيوبس، التراكيه من قدام ورا منها الاسوفيجاس ورا منها الثوراسيك داكت، وفي نيرف ماشي بين الليفت ايدج اوف ذا تراكيه اند الاسوفيجاس اسمه ليفت ريكورنت لارينجيال نيرف برانش من الفيجاس نيرف. دي كانت الاستراكشرز اللي قاعده بيهايند اند تو ذا رايت سايد اوف ارش اوف اورتا. طب ماذا عن السوبيريور اند انفيريور ريليشنز في وان دياجرام هذا الارش اوف اورتا؟ السوبيريور ريليشنز يعني كل الاستراكشرز اللي قاعده في هذه المنطقه اباف الابر بوردر، انفيريور ريليشنز يعني كل الاستراكشرز اللي قاعده تحت اللور بوردر. اللي قاعد في الابر بوردر هي البيج برانشز اللي خارجه منه اللي هما كان الليفت سبكليفيان والليفت كومان كاروتيد والبريكوسيفاليك ترانك او البريكوسيفاليك ارتري. طيب ماشي عليهم بالعرض او اوبليكلي الليفت بريكوسيفاليك فين. طب في مين كمان ريليتد لفوق؟ كان في تيوب كبيره الليفت بريكوسيفاليك فين، ما ننساش انه بيتحد مع الرايت بريكوسيفاليك ويعمل السوبير فينا كيفا، والسوبير فينا كيفا هنا كان ماشي ورا بيهايند ذا ارش اوف اورتا، مش ماشي قدامه، ماشي من ورا منه. طيب في تيوب كبيره اخرى اللي هي التراكيه وفي اتنين نيرفس اللي هم الفيجاس والفرينك، كل الاستراكشرز ديت كانت قاعده فوق الابر بوردر. طب كان تحت اللور بوردر اوف ذا ارش اوف اورتا، تحت اللور بوردر يعني انفيريور ريليشنز، كان اهم واحد البالمونري ترانك والفرعين اللي كانوا طالعين منه اللي هم الرايت بالمونري ارت الليفت بالمونري ارتري وده الرايت بالمونري ارتري. طيب كان في استراكشر تاني هي الليفت برينسيبال برونكاس، البرونكاس اللي طالع من التراكيه قاعده برضه ورا الارش اوف اورتا بس من الرايت سايد، جاي من الرايت للليفت. ثم اخيرا الليجامنتم ارتريوزم، دي ليجامنت من بقايا استراكشر جنيني هنعرفه بعدين، كانت قاعده تحت اللور بوردر اوف ارش اوف اورتا.